الملفات الأمنية كانت في صلب هذا الاجتماع الذي يدخل ضمن مسلسل التنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في كل من إسبانيا والمغرب. خلال هذا اللقاء الموسع تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، وتدارس سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما محاربة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة السرية. تطرقنا إلى جميع المواضيع التي تهمنا، خاصة فيما يخص محاربة التجارة في المخدرات، محاربة الهجرة السرية، وكذلك التنظيمات التي تتجر في البشر. ولقد كانت آراؤنا متطابقة في جميع الميادين، وهذا يدل على الثقة التي تجمع بيننا وبين المسؤولين المغاربة وبين المسؤولين الإسبان. وكذلك تطرقنا إلى الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، خاصة فيما يخص استعمال جميع الوسائل للحد من الهجرة السرية والتجار في البشر، وكذلك التجار في المخدرات. المملكتان المغربية والإسبانية تشيدان بالنتائج الممتازة التي تحققت في الجانب الأمني، سواء خلال الاجتماعات المنتظمة السابقة بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية. اجتماع اليوم يندرج في إطار العلاقات الممتازة التي تربط البلدين، لذلك فالزيارة تأتي لتقييم التقدم والجهود المبذولة أساسا في القضايا ذات الاهتمام المشترك كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة السرية وتفكيك العصابات الإجرامية. الطرفان أشاد أيضا بالنتائج الممتازة التي تحققت في هذا المجال خلال الاجتماعات المنتظمة بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية، وأضاف أن البلدين مدعوان للعمل بشكل تشاوري من أجل تعزيز أكبر لهذا التعاون الممتاز.